باب في الكوبس الشاحن من غير ما يبص. قال يعني هتيجي عليه هو بكم يعني جنيه ونص. قامت الدنيا وكل ده ليه ساب الكوبس سعدت البيت. الكهربا ساعة او ساعة لا وبيقول مش هتفرق. بالمعقول هتزبط نفسك بالمعقول كهربا يا ناس بالمعقول الحق بقى نفسك لا نقضي على لمبة جاز. والجاز ده فين نلاقيه فبالمعقول في البترول بالمعقول بدل ما تلاقي نفسك واقف في طابور النور. هي كانت خايفة شوية سبت النور غيز في الحرامية وقالت هي جت عليا وهو قال ايه جت عليه. وبعد ما كل الناس اتكسلوا بيسألوا الوقود راح فيه.